حذرت وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا من ان استمرار انقطاع دخول المساعدات والوقود عبر معبر رفح سيؤدي الى وقف الاستجابه الانسانيه لكل قطاع غزه. واكدت الوكاله ان كارثه الجوع ستزداد سوءا خاصه في شمال غزه اذا توقف دخول الامدادات. <applause> Uh, targeted over the last six seven, mo uh, seven months uh, in gaza